بانتومايم تمثيل صامت يختلف عن المايم ان بيبقى فيه تجسيد لحاجة مش موجودة. يعني المايم تمثيل من غير كلام، بمثل بوشي وجسمي من غير ما اتكلم. البانتومايم انا بمثل برضو بوشي وجسمي من غير ما اتكلم، بس بجسد حاجة زي كوباية او حبل او حاجة مش موجودة. يعني بيعتمد اكتر ان يبقى فيه خيال عندي وعند الجمهور. الجمهور بيتخيل الحاجة اللي أنا بعملها وأنا بوصله الحاجة دي عن طريق إن أنا بلعب بالسبيس والجسم. بنبتدي الأول بنسخن، بنعدي على أجزاء جسمنا كله، بنعدي على كل جزء لوحده، وبعدين بنعدي على الأجزاء كلها مع بعض. بيبقى فيه تمارين ليها علاقة بالإيزوليشن، تمارين ليها علاقة بتوصيل الأجزاء ببعض، تمارين ليها علاقة بالأبعاد، تمارين ليها علاقة بالكنترول ان انا ابقى ثابت او التوازن، تمارين كتير ليها علاقة بالخيال، وبيبقى فيه لعب اكتر بالحاجات دي كلها. وبرضو بنلعب ما بين الناس وبعضها بالارتجال. البانتومايم يبقى مفيد جدا لو حد ممثل قرر انه ياخد الورشة. اولا بيشتغل على الخيال جدا، بيشتغل على جسمه جدا، حاجات ليها علاقة بالكنترول والأبعاد، إن أنا إزاي أعرف أبعاد جسمي وأبعاد اللي ما بين جسمي والمساحة، أو ما بين جسمي والأدوات، أو ما بين جسمي والشخص التاني. بيشتغل عليا كممثل إن أنا يبقى عندي سهولة أكتر في أدواتي، إن أنا أقدر أعبر بأبسط شكل ممكن وأقول أكتر معاني ممكن. أي حد حابب أنه يجرب حاجة مختلفة، أو يجرب حاجة فيها لعب، أو يجرب حاجة فيها خيال، أو أي ممثل عايز يشتغل على نفسه، أو ممكن برضو أي راقص عايز يشتغل على نفسه بشكل مختلف عن يعني هي للممثلين هتفيد بشكل وللراقصين هتفيد بشكل تاني. ولو حد عايز يعمل بانتومايم إن هو يبقى مايم أرتست، ده طبعا مهم جدا بالنسبة له.